الكريم الشافعي رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأكادير الكبير ونائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالمغرب. نحن نعيش أيام رمضان المبارك، ونعرف بأن هذه الأيام في هذه الأيام كاين بعض الوسطاء وكاين بعض السماصرة وكاين بعض عديمي الضمير اللي تقوم بالغش والتدليس، الغش والتدليس في حق المستهلك. وحنا وقفنا على بعض أنواع الغش والتدليس اللي تتخص بعض المواد، غادي نذكروا بعض المواد، هما مواد كثيرة اللي تيوقع فيها الغش والتدليس. إذا هنايا كاين السمك، السمك أيضا فيه بزاف ديال الغش، وللإشارة فالسمك في هذه اللحظة هذه في شهر رمضان عرف واحد الارتفاع اللي هو كبير بزاف. راه الكالمار وصل 140 درهم، الكروفيت وصل 100 درهم 120 درهم، يعني ما بقاش في استطاعة المستهلك العادي، حتى الطبقة المتوسطة ما بقاش في استطاعتها أن تأكل الحوت في هذا رمضان. إذا غير الطبقة الأخرى اللي تأكل الحوت، باش نشري أنا الكروفيت 100 درهم و 120 درهم والكالمار 140 درهم، فهذه القدرة الشرائية ما تتسمح ليش أنا باش في ظل غلاء الأسعار وظل ارتفاع المعيشة والمحروقات وهذه ونشري هذاك، ما يمكنش. إذا نشوفوا أنواع الغش ديال السمك. دائما اللي بيشري السمك غادي يمشي لدوك الغلاصيم ديال الغلط، نسميهم الغلاصيم، دوك الودنين حدا ودنين الحمرين، دوك الودنين الحمرين إذا كانوا اللون ديالهم يميل إلى الاحمرار، تنسميه حنا غوز. هذاك إلى شتي دوك الشلاغيم ديال راه الحوت راه مزيان. أما إلى بدا تيميلوا شوية للكحولية، بدا يبهدوا تيوليو بنيين، إذا هذاك الحوت ما نشريش، راه قديم. ثانيا نهز الحوتة، إلا هزيت الحوتة مثلا، هزيتها درت ليها بحال هكا وبقات بحال هكا واقفة، بحال هكا واقفة، هذاك الحوت راه مزيان. أما إلا هزيتها وطحت نص، بقى في يدي ونص طحت، هذاك الحوت راه غير صالح للأكل وراه ما مزيانش باش نقتنيو. إذا ديما ترد البال للغلاصيم ديالو، ترد البال للحوتة تنهزها، إلا بقات واقفة بحال تقريبا بحال المسطرة هزيتها وبقات واقفة راه مزيان. أما إلا هزيتها وتنات على جوج عرفي بلي هذاك الحوت راه ما مزيانش. كاين اللي تيشد ذاك الحوت من المستهلك عرفي أن الحوت خاصو يكون ذوك الغلاصين ديالو حمرين، كي تيشد واحد الصباغة حمراء وتيخشيها لذاك الحوت تيبدا يدير ليها بحال هكا. وحنا حصلناهم ولحنا فيديوهات، لحنا فيديوهات فيهم أن بعد عديمي الضمير تيشدوا الصباغة حمراء وتيخشيها تيبقى يديرها في الودن ديال ذاك السمك، خاصة ذاك السمك الكبير. الا ما عرفتش نشري الحوت، خاصني نشمو، نشد الحوته ونمشي حدا الغلاصيم ديالو ونشم الحوته. الا شميتها فيها الريحه اذا هذاك يعني شم الحوته، ما فيها والو، شم الحوته الا فيها الريحه اذا هذاك الحوت راه غير صالح للاكل وما خاصنيش نشريه. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.